ما تمش يعني تقديم عيد شيء بديلات أخرى دي اللي هو بيزخت في الأزيدة، وكان أنا معتقد هيكون يعني نفس لفول الدا باش أنا نعزو هاد الآلية الديمقراطية التشاركية ديالها في الجهة، خصوصا وأنه يلا هاد العامين هادي كاين مجموعة من البرامج والمشاريع على مستوى الجهة اللي عملت على مواكبة المجتمع المدني تفعيل الدور الدستوري في تأثير السياسة العمومية الترابية. دونك ليش اليوم الموضوع اللي كاين هو إعمال ديال مبادئ المساواة مقاربة النوع الاجتماعي. هنا ما عرفت علاش كنمشيو بزاف على الموضوع ديال المرأة. يعني كنقولوا مقاربة النوع الاجتماعي راه ما كنهضروش على المرأة بوحدها، كنهضروا على الشباب، أشخاص بفوات الإعاقة، كنهضروا على المسنين، جميع فئات المجتمع. بغينا كاع هاد الفئات أنهم يساهموا في القرار الترابي. أول حاجة كنهضروا على يعني دي ريكومونداسيون، اول حاجه الاحزاب السياسيه خاص فريمون تكون يعني كونكريت في هادشي. هذا كان واحد اللقاء يعني في الجهه كانوا حاضرين 40 جامعه، تخيلوا كاينه رئيسه وحده 40 جامعه 40 رئيس، يلا وحده اللي مرات ورحشوم. وكيلا بغينا نخدموا هادشي ديال تمكين المراه واعمال ديال مقاربه النوع الاجتماعي، خاص تكون بعدا تكون عندنا المراه والشباب والاشخاص ذوي الاعاقه مراكز القرار. هذه ما فيهاش نقاش، خاصنا نحيدو هذيك ديال اننا نائبه الرئيس يقول لك انا ما بغيتش نكون نائبه الرئيس من سيدك ديزا. خصك المجلس ولا تكون الاحزاب ما يقبلوهاش، راه حشومه. ما يمكنش تقول لي انت كرئيس او كمجلس جماعي بغيت انك تتفعل هذا مقاربه النوع الاجتماعي وانت حيدتي نائبه الرئيس، حيتاش ما بغاتش؟ لا، علاش؟ لانه برامج التنمويه مثلا باك راه اختصاص ذاتي ديال الجامعه، ديالو هو اختصاص ذاتي هو برامج عمل الجامعه. دونك ما يمكنش مثلا انت مجلس فرنسا القرار فيه رجال وبغيتي تلقى مواضيع تاع هم المراه ولا فيها اخرى، لا يمكن. ولا معتقد راه كاين عندنا زعما عندنا مشاريع ديال الرئيسات عندنا في الجهه. الفكره كانوا شاركوا في واحد لو رونكونتر في مراكش على معتقد السيده من تيموليت الاخت نوراتي حضره من الناس ديال الجهه والمجلس الاقليمي والجامعات اللي بغيناهم في 2026 2027 حتى هما يكون عندهم كرو رؤساء ديال الجامعات، رئيسات ديال الجامعات. هذه بالنسبه للاحزاب السياسيه. بالنسبه للجمعيات زعما خاصنا اللي كجمعيه المجتمع المدني خاصنا فريمون نزيدو نخدمو نزيدو نقراو. ما لا يعقل انه شي حوايج كيتبارطاجو في هذا اللقاء، راه صراحه راه هذا الشيء لا غير مقبول. كتقول لي استشاريه تعنى بمقاربه النوع، كتقول شي حوايج حنا الرجال وانتم المراه وانتم حنا، زعما صراحه الشيء راه لا يشرف المجتمع المدني الافور وليكم هاكم لا يشرف. ولذلك هذه دعوه الاخوه الالسي للطاضا والجمعيات والفاعلين الاخرين يزيدوا يعني رونفورسون لي كاباسيتي ديال الجمعيات باش انه كما تقالت في واحد المداخله اننا نعطيو واحد الصوره جميله مشرفه المجتمع المدني لافولا. شكرا لكم ولكل جميعا على المداخله ديالكم.